بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مبدئيا حناخذ فكرة على استعمال الأردني في التحكم في العالم الخارجي. طبعا الكلام هذا لما نقوله في التحكم في العالم الخارجي، طبعا العالم الخارجي اللي هو أي آلة، مثلا غسالة ولا خط متاع مصنع ولا محرك يشتغل بال 220. ونحن طبعا دائرة متاعنا متاع الأردينيو الشغل متاعها كلها والأدبوت متاعها كلها يا 5 فولت يا 6 فولت. فنبي نعرفوا كيف نتحكموا في حاجة ونشغلوها عن طريق الأردينيو. طبعا احنا واحدة من الأشياء الخصائص المهمة اللي نذكروا بها ديما ان لوحة الأردينيو تشتغل ستاند ألون. ستاند ألون معناها هي عبارة عن كمبيوتر متكامل، فيه ذاكرة وفيه كل شيء. لما نصبوا فيه البرنامج يقدر يشتغل وحده، يعني ما نقدوش مركبيننا في الكمبيوتر. ناخذ الدائرة هذه ونوصلوها بالمصنع، نوصلوها بالمزرعة، نوصلوها بالسيارة، نوصلوها بالرجل الآلي تقدر تخدم وحده، عارف. لكن قبلها طبعا نستعمل الكمبيوتر اللي يصب البرنامج فيها، عارف. فطبعا بنعرف تو كيف نتعاملوا مع كيف نستعملوا لوحه الاردونيو او اي لوحه تحكم في حاجه خارجيه تشتغل 220. احد الاشياء هذين اليوم نقدر نستعملوا الريلي. الريلي هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن مفتاح يتم التحكم فيه عن طريق اشاره. يعني عندنا اشاره 5 فولت تمغنط، تقوم بمغناطة الملف يسحب نقطتين معينتين يلمسهم بعض. يعني يلمس مثلا، ممكن تلمس النقطة 1 بالنقطة 2 عندما نعطوا إشارة 5 فولت لهذا الملف. لما نخشش إشارة 5 فولت لهذا الريلي حيوصل النقطتين هذين. لما يوصل النقطتين هذين كأن المفتاح، يعني احنا لما نجو نبي نولع اللمبة في الحوش مثلا، نضغط المفتاح يوصل النقطتين، فانا نقدر ناخذ خيوط اللمبة ونوصلها هنا. فلما نعطي إشارة لهذا الريلي يوصل النقطتين هذين، فنقدر بالبرمجة نعطي 5 فولت يترتب عليها شنو؟ توصيل هاتين النقطتين. كيف؟ طبعا حنشوفه في الرسمة الثانية. في رسمة توضيحية مثلا انتوا احنا عندنا برنامج بتاع، خلينا نشوفوا البرنامج، نديروا مراجعه على البرنامج بتاع الاردونيو اللي احنا خذيناه قبل، اللي هو طبعا عباره عن شنو. طبعا الدائره اللي قدامنا هذه اشترنا فيها، خذينا من الاردونيو 0 فولت ركبناه في الارضي، وخذينا 5 فولت ركبناه في الخط هذا. الخط هذا كله راكب فيه 5 فولت الحمراء هذا، والخط الزرقيني هذا كله راكب فيه جراوند ارضي. يعني خذينا الدايت اللي هو كيف ما قلنا عنده رجلين، رجل طويله تبي 5 فولت باش تولع، فهذه الانود عرفت. الكاثود تبي 0 فولت، فنحن وصلناها عبر المقاومه 220 اوم. هذه المقاومه، فلما نجو نديرو نوصلو الرجل الثانيه بالزيرو. الرجل نتاع الكاثود وصلناها بالزيرو، يعني إذا كان عطينا 5 فولت في النقطة هذه شنو يصير للدايت؟ حيولع. نجربوها ممكن نجربوها، هذه 5 فولت شفتوا 5 فولت. لو كان جيت أنا وصلت أنا شفتوا شنو يصير له؟ يولع. لما نعطيه 5 فولت مباشرة، أنتم ما استعملتش الأردينو. هذا الدايت لما نعطيه 5 فولت، طبعا أنا خذيت 5 فولت من وين؟ من دائرة الأردينو. لما نعطي 5 فولت لهذه النقطة تولع. لكن أنتوا شنو؟ أنا بيراتي خذيت 5 فولت على قدها تولع، طفيتها تطفى. نبي الكلام هذا الكمبيوتر او اللوحه هي اللي تامر تدز 5 فولت ولا ما تدزش 5 فولت. كيف ندير الكلام هذا؟ ناخذ النقطه هذه ونوصلها باحد المداخل، وليكن 13 14 12 اي حاجه. مثلا ركبناها وين؟ ركبناها في البن رقم 8 مثلا. البن رقم 8 ونبي بالبرمجه، فش ندير انا؟ نجي نشوف برنامج هذا مثلا، برنامج مثلا بلينكي. هذا من الأمثلة، ممكن ناخذ برنامج بيزك، ناخذ بلينك. هذا البرنامج هذا يتعامل مع من البرنامج هذا؟ هذا يتعامل مع الليد بلت ان. معناها خلينا نخلوه 13،
فأنا بالنسبة لي أنا شو البرنامج هذا؟ البرنامج هذا كيف ما اللي خذيناه من قبل، مكون من ديجيتال رايت للليد بلتن. الليد بلتن اللي هو الليد اللي جوا داخل اللوحة، الليد اللي داخل اللوحة نحن دزينا له شنو؟ دزينا له هاي، معنا دزينا له 5 فولت، دزينا له 5 فولت، وبعدها درنا ديلي 100 ثانية، ثانية 1000 ملي سكند اللي هي ثانية، أو 1000 ملي سكند اللي هي ثانية، وبعدها درنا ديجيتال رايت للليد بلت ان لو اللي دزينا له 0 فولت، يعني مرة ندز له 5 فولت ومرة 0 فولت، مرة 5 فولت ومرة 0 فولت، عبر شنو؟ عبر الديلي هذا.